اهلا بكم اليوم في اولى حلقات برنامج اسال الدكتور. معاكم دكتوره نيره صلاح. وأستاذ محمد عنبر. طبعا صحه الناس وحياتهم من اهم الحاجات اللي احنا دايما بندافع عنها وبندور عليها. املهم في العلاج طبعا احيانا بيمشي ورا خيالات وبيمشي ورا اوهام كتيره جدا. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. عشان كده برنامجنا النهارده بيوضح حقائق كتيره جدا، ومنها كمان بيوضح ازاي نفكر وازاي نشوف وازاي كمان نحكم على الامور بشكل جيد جدا، ونعرف كل مرض ونعرف نتعامل معاه ازاي، وده طبعا بيكون واجبنا نحو مرضانا. طبعا من الموضوعات الكتير بتشغل الناس وبتشغل كل القطاعات وكل الأعمار انتشار حالات من مرض السكر. الأعراض بتتشابه مع أمراض تانية، ما بنبقاش عارفين أنواع السكر إيه، أعراضه، خطورته، إزاي نتجنب المضاعفات اللي بتحدث نتيجة الإصابة بمرض السكر. فإحنا قررنا إن إحنا إن شاء الله تكون أول حلقاتنا بتتحدث عن هذا المرض وعن تعريفه وأنواعه وأعراضه. تعالوا الأول نبدأ بتعريف مرض السكر. ما هو السكر؟ السكر هو ارتفاع مزمن للجلوكوز في الدم، بمعنى ان بيحصل ان في عندنا هرمون اسمه هرمون الانسولين. هرمون الانسولين بيفرز عندنا من البنكرياس من خلايا اسمها خلايا بيتا سيل. بيبدا عندنا الخلايا دي اول ما بتفرز هرمون الانسولين بيبدا الانسولين بياخد السكر اللي موجود في الدم وبيدخله داخل الخلايا، وبالتالي كده انا بعالج اول نوعين من مرضى السكر. احنا كمان عندنا المشكلة الكبيرة ان الناس مش عارفة تفرق بين انواع السكر، فاحنا بنوضحهم النهاردة. بنقول ان السكر له نوعين، النوع الاول اللي هو الدكتورة وضحته دلوقتي اللي هو بيدمر خلايا بيتا في البنكرياس. هو احنا عامة عندنا في نوعين من السكر، طبعا النوعين دول كبار جدا. مبدئيا النوع الاول انا بسميه مرض مناعي. يعني ايه مرض مناعي؟ طبعا في كتير جدا من الناس سمع عن الذئبه الحمراء وامراض الروماتويد بشكل عام. المرض المناعي ان عندنا الجهاز المناعي ما بيفرزش الخلايا بتاعه البيتا سيل، بيدمرها. فخلايا البيتا سيل اللي هي بتفرز من البنكرياس طبعا ده المصنع بتاعه، فبيحصل نقص في الانسولين. ده بنسميه النوع الاول. دايما النوع الاول انا بسميه انسولين ديبندنت. يعني ايه كلمه انسولين ديبندنت؟ ان هو بيعتمد على وجود الانسولين موجود في الجسم. تمام، بمعنى ان انا ما عنديش انسولين خالص، فانا بديله انسولين خارجي من بره عشان اعوضه نقص الانسولين الداخلي اللي مش موجود. كمان عايز اوضح حاجه مهمه جدا في النوع الاول، ان في النوع الاول غالبا بيحصل في سن مبكر، وممكن ان انا كمان اشوفه في سن متاخر اللي هو بسميه لات اونست. بعكس خالص النوع الثاني. النوع الثاني طبعا احنا عايزين الاول نوضح او نعقب على النقطة دي علشان خاطر تبقى الموضوع واضح وبشكل مبسط. اذا النوع الاول خلايا المسؤولة عن افراز الانسولين دي تم تدميرها بالكامل عن طريق الانتي بادز الموجودة جوه الجسم، قامت بمهاجمة خلايا بيتا اللي موجودة في البنكرياس، وبالتالي ما عادش فيه انسولين بالكامل جوه الجسم. عارف اساسا يعني معنى كلمة مرض مناعي ان الجسم بيحارب الاعضاء بتاعته. يعني الجسم بيضرب القلب والكلية والمفاصل، وبالتالي كده هو بيحارب نفسه. زي بالظبط ما يكون شخص جايب كده مجموعة من الحراس، تمام، عشان وظيفتهم ان هم يحرسوه. تخيل بقى بدل ما يحرسوه هم بيضربوه. يبقى الجهاز المناعي حصل له نوع من انواع الخلل، اتجنن بمعنى اصح زي ما احنا بنقول. ده معنى المرض المناعي. تمام. بعكس تماما الجهاز المناعي. ايه الجهاز المناعي؟ الجهاز المناعي ان انا بحمي جسمي من اي جسم غريب او من اي شيء غريب. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجهاز المناعي الموجود في جسمنا عشان يحمينا من اي نوع من انواع المواد الغريبه او الاجسام الغريبه اللي بتدخل جسمنا، خصوصا حتى في حالات الانفلاميشن، حالات الالتهابات او الانفلاماتوري مش عارف بشكل عام. اي جسم غريب بيدخل من بره على طول بتهاجمه كرات الدم البيضاء عشان تبقى خط دفاع للجسم. تمام. لكن بالنسبه بقى للنوع الثاني من مرض السكر او المرض السكري، النوع الثاني ده الانسولين موجود في الدم بيفرز، ولكن الجسم مش متعرف عليه.
صح كده؟ تعرف ان النوع التاني ان الانسولين ما بيبقاش شايفه الجسم لكن الخلايا بتفرز طبعا، الانسولين عادي. بدليل حتى ان مريض السكر يعني مريض بيقول لك انا عندي سكر، بس انا لما رحت اقيس الانسولين رحت اقيس السكر الصبحيه لقيت ان السكر طبيعي، ده كمان مش طبيعي بس ده كمان اكتر من الطبيعي، ويبان ان هو شخص نورمال ما فيهوش اي مشكله خالص، وبالعكس هو بيكون مريض سكر. عايزه اقول ان النوع ده ما بيحددش المقياس الحقيقي للسكر، وده اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. اذا اعتقد ان النوع الثاني هيبقى فيه خطورة عن النوع الأول لأنه غير قابل للاكتشاف بسهولة، ده أو أكيد. بمعنى أدق عايز تحاليل وفحوصات أكثر دقة. كمان النوع التاني هو أخطر، لأن أساسا الأنسولين موجود، يعني هو المريض عنده أنسولين بس الجسم مش شايفه، هو بيحصل نوع من أنواع بنسميه الأنسولين ريزيستنس اللي هي مقاومة الأنسولين في الجسم، إن موجود عندنا أنسولين بس الجسم مش شايفه، بس لكن هو موجود أساسا في الجسم عندنا، فطبعا دي بتبقى فيها خطورة طبعا عالية جدا. تمام. في عندنا سؤال مهم جدا بيقول هو السكر مرض وراثي؟ يعني طبعا في ناس بتسأل هو السكر ده ممكن يكون بينتقل او هو عبارة عن مرض انا ممكن اخده بالوراثة له جين مثلا معين؟ طبعا انت عارف ان السكر ليه عامل وراثي قوي جدا، يعني انا لو اخد جين السكر انا باخر حدوث ارتفاع السكر عشان بس المضاعفات، بمعنى انا كده كده اخد السكر، يعني انا كده انا عندي جين السكر واخداه سواء من الاب واخداه من الام واخداه من الجد ايا كان، اخداه من طبعا من التاريخ العائلي او من العائله عندي، تمام، فبالتالي هو كده كده جاي سكر، يعني اجل او عاجل جاي السكر، بس الفكره كلها ان انا بمشي على اسلوب حياه لايف ستايل، لايف ستايل ده بيأخر حدوث ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي لما بيأخر حدوث ارتفاع السكر في الدم بيأخر عندي المضاعفات. لكن ده ما ينفيش ان انا خلاص يعني الراجل اللي عنده السكر وراثيا ممكن ينتقل الى الابناء او هو مش الاحفاد. ممكن، ده هو اكيد، بس هو اكيد بيختلف بقى من شخص لشخص على حسب اسلوب الحياه، يعني مثلا انا هقول لك الوفاه، مثلا انا عندي لو البيشن او المريض جاله السكر بعد سن ال70 الوفاه مش هتفرق من شخص لشخص عندنا، ما فيهاش اي مشكله، لكن لو عندي قبل ال70 بقى هي دي المشكله، لان طبعا فرصته للوفاه بتكون اكبر. ليه فرصته؟ لان هو بيتعرض طبعا لامراض متعدده، يعني هو السكر بيبدأ يأثر طبعا على شرايين القلب، بيبدأ يأثر طبعا على الكوليسترول، بيبدأ يرفع الضغط، دي مشاكل كتيرة جدا مضاعفات هنذكرها. طيب المشكلة بقى دلوقتي اللي كلنا بنعاني منها وبتوجه لينا أسئلة أو بنسمع أسئلة كتير تخص الموضوع ده، هو أعراض السكر الأساسية بتتشابه مع أعراض بعض الأمراض زي الغثيان، الدوخة، الزغللة، الهزال، الضعف، إنه يخس. نعرف نفرق إزاي بين الأعراض الأساسية للسكر والأعراض التانية علشان ما يحصلش بيننا تضارب او اختلاط في المعلومات. زي ما انت قلت يا استاذ محمد، هو الاعراض بتاعت السكر احنا قلنا ان بيحصل بوليوريا، بيتبول بشكل كبير، بيحصل نوع من انواع العطش، بيخس، رغم ان المريض عندك بياكل بشكل كبير جدا الا ان وزنه بيتناقص بشكل دائم. الفكره بقى ان لو هم الثلاث اعراض الرئيسيين اللي انا اتكلمت عليهم دلوقتي واللي حضرتك ذكرتهم بيتجمعوا مع بعض يبقى 90% الشخص او المريض عنده سكر، ما فيهاش كلام. يعني أيوة. لو الثلاث اعراض معانا اتصال. موجودين او الاربع. معانا، اهلا بك يا عبد الرحمن. سمعت. وعليكم السلام. لو سمحت عايز اعرف امتى حد يبقى عنده السكر، تمام، اعرف ازاي انه عنده السكر. حاضر، هرد عليك. حاضر، شكرا ليك. نرجع. احنا كنا بنتكلم يمكن السؤال بتاع عبد الرحمن. أيوة. كان بيسأل بيقول لي اعرف منين ان حد عنده سكر. يعني هو الفكره بتاعت الاعراض اللي أيوة. كنا لسه بنتناقش في النقطه دي، تمام. بنتكلم في الاعراض الاساسيه، احنا قلنا لو الثلاث اعراض دول موجودين مع بعض تمام. يبقى هو بنسبه طبيعي 90% بيكون عنده عنده السكر سكر. اللي هم الزغلله، الدوخه، تمام. العطش. لا، اللي هو بيعطش بشكل كبير جدا، كمان ان هو بيحصل بوليوريا اللي هي كثره مرات التبول ليلا خصوصا بالليل. انا دايما بقول للمريض كده، عايز تعرف ان انت عندك اعراض السكر زي ما عبد الرحمن سالنا دلوقتي، دايما اقيس عندنا النسبه، انا بحسب عندنا عدد مرات التبول الصبح وبالليل. الصبح مش مشكله، لكن بالليل دايما هي اللي بتلفت نظر المريض لان هو بيكون نايم وبيقوم مرات عديده. كمان العطش، العطش كمان بالليل بشكل بيكون كبير جدا. كمان الخسسان اللي هو ليه بيخس بشكل عام، هو بيخس مريض السكر لان الانسولين اللي موجود عندنا ده مسؤول عن بناء الدهن وكمان العضلات، بيبني العضلات،
فتخيل كده ان الانسولين عندنا مش موجود، يبقى بالتالي الدهن بيبدا بقى عندنا يروح، وبالتالي العضلات عندنا بتبدا تتدمر، لان زي ما احنا قلنا الانسولين مهم جدا لبناء العضلات وكمان لبناء الدهن. يعني احنا نقول كده بشكل مبسط علشان خاطر برضو نوضح الموضوع باللغه البسيطه. اهلا بيكي حاجه كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي حضرتك. بعد اذن حضرتك، انا عندي 62 سنه، بقوم الصبح بلاقي عندي تنميل في ايديا ورجليا، تمام، وعندي حاسه ان جسمي تقيل، تمام، اعرف ازاي بقى هل هو ده سكر ولا مش سكر؟ طب انا حاسه ازيك، بتحسي برعشه او بهزه في جسمك؟ الصبح بس. الصبح بس. طب لما بتغمضي بتغمضي عينك بتحسي بايه؟ بحس بتقل في الجفون. تمام، هرضى حضرتك، شكرا لحضرتك. نكمل الجزء الصغير اللي هو التبرير بتاع الهزال او ان المريض بيخس. الدكتوره وضحت، قالت ان الطبيعي ان هو هيخس في بدايه اصابته بالسكر، لان الانسولين ده المسؤول عن ان هو يتحد مع السكر اللي موجود في الدم ويوديه للخلايا، سواء الخلايا العضليه او الخلايا الدهنيه، عشان يساعدها في البناء العضلي او بناء الانسجه بتاعتها. وبالتالي طالما الانسولين مش موجود او الانسولين لم يقوم بوظيفته، الدهن بيبدا فالجسم الخلايا بتاعت الجسم مش واصل لها التغذيه بتاعتها، فبتبدا تتغذى على نفسها. هو بيحصل كمان زي نوع من انواع التدمير للعضلات. تمام، بيحصل هدم، يعني العضلات بتتغذى على نفسها. مش عايزين نزعل من الحاج كوثر. بالنسبه للسؤال، هي بتقول ان عندها تنميل في اطراف اليدين والرجلين. عايزه اقول لها حاجه مهمه جدا، في اختبار عندنا مهم قوي اسمه سنسوري اتاكسيا. يعني ايه سنسوري اتاكسيا؟ اللي هي سرعه التوصيل للاعصاب. ايه فكره بقى لسرعه التوصيل للاعصاب او الاختبار ده؟ الاختبار ده سهل جدا وسريع وبسيط قوي. فكرته ان احنا بنشوف الكهرباء بتمشي قد ايه في الجسم. بمعنى مريض السكر او المريض اللي عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه، دايما الكهرباء فيه بتمشي بشكل بطيء. يعني اللي هو عنده سكر وعنده التهاب، طبعا ادى التهاب في الاعصاب الطرفيه، ومجرد عملت له التحليل ده بلاقي ان الكهرباء بتمشي بشكل بطيء، فساعتها بعرف ان عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه. منين بقى من غير الاختبار ده؟ عفوا، من غير الاختبار ده ازاي برضو اعرف وانا في البيت؟ زي ما سالت كده الحاجه كوثر بالظبط، هو مش بيقدر يحس بالسنتر نيرف سيستم، الجهاز العصبي بشكل عام. انت عارف، انت لو قلت له بس تعال قدام كده شويه او غمض عينك، هيحس بهزه، هيحس بنوع من انواع الرعشه، وممكن كمان يقع يغمى عليه. فهو مجرد ما بتحصل الاعراض دي فورا يعرف ان هو عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه نتيجه طبعا السكر. ما هي طبعا كل دي بنسميها ان هي مضاعفات السكر بعد كده. تمام. طيب احنا عايزين نسال، في بعض الناس بتقول هو ليه اساسا بيحصل العرض بتاع التبول او كثره التبول ليلا؟ اعتقد ان الفكره كانت بتبقى قائمه على ان السكر تقريبا مش بيتحرق خالص، فبينزل عن طريق التبول. اهلا بيك يا منى. انا دكتوره، انا مريضه السكر من النوع الثاني. ايوه. فجاه الاقي السكر عندي عدى ال 250، وممكن بعد يومين الاقي السكر وصل على 90. وصل كام؟ معاك يا منى. الو. ايوه. قلت حضرتك انا مريض السكر من النوع الثاني. تمام. فجاه الاقي السكر عندي في يوم عدى ال 250. تمام. وممكن بعدها بيوم او يومين الاقي السكر نزل ل 70. تمام. فانا مش عارفه ده هل ده مرض سكر ولا سكر عصبي؟ انا عارفه، يعني انا مش عارفه ايه الموضوع. يا ريت يا دكتوره تفيديني في الموضوع ده لو سمحت. طب انا عايز اسالك الاول، انت سنك قد ايه تقريبا؟ انا 41. تمام. طيب مليانه؟ الوزن؟ لا، انا وزني 95 كيلو، وظهر عندي الموضوع السكر ده من 6 شهور. وطولك قد ايه؟ طولي 170. تمام. طب في دهون موجوده على البطن؟ لا. تمام، شكرا يا منى. العفو. طيب نرد على استاذه منى، نرد على منى الاول، نرجع للحوار بتاع التبول. طيب. كسر التبول السبب. احنا كنا بنقول منى النوع الثاني من السكر اللي هو بنسميه انسولين اندبندنت، اللي هو ما بيعتمدش على وجود الانسولين. الفكره ان احنا قلنا في الانسولين او النوع الثاني ان الانسولين احنا الجسم مش شايفه، لكن هو موجود. بيبقى نوع من انواع الانسولين ريزيستنت، المقاومه.
طبعا بالنسبه لمنى هي بتقول ان هي مش مليانه، بس طبعا هو في ديفكت شويه في الوزن، يعني هي بتقول هي وزنها 95 وطولها 170 تقريبا، ده اللي هي قالته. فطبعا على حسب البادي ماس اندكس اللي هو معامل او مؤشر كتله الجسم، لا هو في زياده في الجسم. تمام. طيب بالنسبه لمنى احنا هنعمل ست، هناخد منها ست عينات. يعني الاول بناخد منها تحليل دم صائم، وبعد كده هناخد تحليل عندنا بعد الاكل بساعتين، وبعد كده هعمل لها حاجه اسمها اللي هي تحليل الجلوكوز، ان انا بديها 100 جرام من الجلوكوز ولمونه. ده اللي اسمه المنحنى، اللي هو منحنى السكر. منحنى السكر. تمام. بعد منحنى السكر، بعد ما بتاخد الجلوكوز عندنا 100 جرام من الجلوكوز، وبتاخد عندنا الليمونه، بعدها بنص ساعه بالظبط بحلل السكر، وبعدها بساعه برجع احلل تاني، وبعد ساعه ونص برجع احلل كمان، وبعد ساعتين. خد بالك معايا، انا بعمل في الاول تحليل دم صائم، يعني وهي صايمه باخد تحليل دم بتاعها، بعد الاكل بساعتين باخد برضو عينه تانيه. العينه الثالثه ان انا باخد 100 جرام من الجلوكوز تمام زائد ليمونه، وبعد نص ساعه باخد العينه بتاعتها، بعد ساعه هكذا، وبعد ساعه ونص برضو نفس الوضع، وبعد ساعتين انا اصبح عندي ست عينات عشان اعرف سريان. هو الكيرف، الكيرف عندك المفروض ان هو بيفضل طالع نازل. تمام. تمام. طيب ازاي اعرف بقى ان هي شخص نورمال او ان هي شخص دايبيتس عندها سكر؟ الفكره كلها بتقول لك ايه، انا طبعا هاخد ست عينات وهبعتهم المعمل عشان اعرف نسبه السكر في الدم قد ايه تقريبا. لو هي مريض طبيعي، يعني هي ما عندهاش دايبيتس، بيبدا في الاول خالص بيظهر من 80 ل 120 صايم، وبعد كده بعد نص ساعه بيوصل عندنا ل 100، بعد ساعه بيوصل للماكسيمم لاقصى حاجه عنده اللي هو 120، بيرجع بعد كده بينزل تاني 100، وهكذا لحد اخر نقطه عندنا بيرجع لنقطه البدايه اللي هي 80. ساعتها اعرف ان هي نو دايبيتس، مش دايبيتس. تمام. في الاول صايم من 80 ل 120، بعد نص ساعه بيوصل ل 100، بعد ساعه بيوصل ل 100 120، بعدها عندنا بساعه ونص بيوصل تاني 100، وبعد ساعتين بيوصل ل 80. يعني الموضوع عباره عن منحنى صاعد وهابط. بيبدا بال 80 80 لحد 120، ده عندنا صايم. بعد كده يبدا بيطلع لغايه احنا قلنا بعد كده 100، وبعد ساعه بيوصل ل 120، بيوصل ل 120، بعد يرجع ينزل، بعد ساعه ونص تاني بيوصل تاني 100، وبعد كده في الاخر بيرجع لنقطه البدايه اللي هي ال 80 الطبيعي النورمال بتاعها. عايزه اقول لك بقى طب هي لو عندها دايبيتس زي ما هي شكل، هي في الاول خالص الطبيعي بيكون مثلا من 120 ل 140، يبقى ساعتها انا بعرف ان البيشن اللي قدامي عنده دايبيتس من غير ما اكمل. لو انا عملت تحليل دم صايم ولقيته 120 او 140، ساعتها انا بعرف ان هي دايبيتس. بلاش، لو هي بدات من 80 عادي بس وصلت للماكسيمم في اكتر من ساعه، يبقى ساعتها بعرف ان هي برضو دايبيتس. ما هو الطبيعي يعني احنا تقريبا يعني بالبلدي كده، انا جسمي ما فيهوش اي حاجه او عنصر حفاز، ما فيش سكر دخل، فانا صايم فما دخلش اي سكريات للجسم، فالمفروض ان انا في الطبيعي لو انا صايم يبقى السكر بتاعي من 80 ل 120. فانا لو عملت التحليل وانا صايم من اول تحليل صيام تقريبا ايه 7 ساعات بس تقريبا، انا عايز انا لا 8 ساعات 8 ساعات بس انا عايز اقول لك على حاجه. هو انا لو عملت تحليل الدم صايم وطلع عندنا بمعدل كبير، مش بقول ان هي خلاص اكيد عندها دايبيتس، لا انا بقول غالبا. يعني لازم برضو بتاكد بطرق تانية. لا طبعا في طرق كتيره هنتكلم عنها دلوقتي لقياس السكر في الدم. ده يعني حوار كبير قوي. طبعا موضوع كبير، حوار كبير. وبعدين احنا في عندنا مشكله دايما قبل ما نرجع للنقطه بتاعت التبول والسبب، لان الناس بتسال على السبب ده. المشكله عندنا ان احنا عندنا مجموعه من العادات والتقاليد غريبه قد تضر اكتر ما تفيد. يعني انا دايما لما واحد بيقع او بيغمى عليه او بيجي له حاله من فقدان الوعي، فدايما بنجري نحط له السكر والميه. انا يعني اعتقد انه ممكن لو سكره عالي تبقى مشكله ندخله. طبعا دي مشاكل غيبوبه السكر دي احنا ان شاء الله هناخد فيها حلقه كامله على فكره. ده شغل مهم جدا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه برضو. الفكره ان هو غير ان هو بيتبول كتير وان هو بيخس كتير، احنا قلنا كمان ان هو بيعطش بشكل هائل جدا. وطبعا ده بيرجع لعوامل. انت عندك في مركز اصلا في المخ اللي هو بنسميه مركز العطش. مشكله ان مركز العطش ده لو باظ بتبقى مصيبه فعلا. عارف ليه؟ مركز العطش ولو هو باظ، مركز العطش ده اللي بيوصل لنا كميه الميه في الدم قد ايه. بمجرد ما بتقل بيبدا ينبهك الجهاز العصبي ان انت تقوم تشرب او ان انت محتاج لميه. تخيل مركز العطش ده باظ، ده هنفضل نشرب طول اليوم. هنفضل نشرب طول اليوم. طبعا بيحصل ده يعمل ضغط على الكلى وممكن يوصل بقى الاستسقاء والحاجات دي، صح كده ولا؟ ايوه ولا تمام. طيب احنا بقى عايزين نتكلم على التبول. ليه بيكتر بالليل نسبة التبول دي،
وهل البول بيحصل فيه تغيير في اي سمات وظائف؟ لان في ناس كتير يقول لك انا لما باجي بالليل التبول بالليل بتزيد طبعا عدد المرات وبيختلف لونه او ريحته او حاجه طبعا زي كده. بص، هو بشكل عام هو البول بشكل كبير او كثره مرات التبول، لان السكر اللي نازل من الكليه اصلا بيغير الضغط الاسموزي، يعني السكر بينزل من الكليه بيبدا السكر ده بيغير الضغط الاسموزي للبول، فبالتالي السكر لما بينزل ما بينزلش بس لوحده، ده كمان بيشد الميه معاه بيسحب السوائل طبعا، كمان. ده اكيد. لان تقريبا يعني احنا كده بشكل مبسط، السكر اللي ما اتحرقش ده اللي ما راحش للخلايا اللي ما غذاهاش فعايز ينزل، فبيروح على الكلى علشان خاطر يتم صرفه، فطبعا بيسحب معاه السوائل وهو نازل الميه، فهو ده اللي بيعمل التبول، تمام. كسر للأسف التبول. طبعا الحديث بقية انتهى وقتنا، وكان نفسنا نقول عناوين كتيرة جدا، بس يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، ويكون يا رب النصايح العامة اللي احنا ممكن في الآخر قبل ما نقفل حلقتنا نقولها لمريض السكر، ممكن نقول له ايه؟ يعني احنا طبعا عايزين نقول ان احنا ما نهملش بداية الاعراض، بمجرد شعورك بحوالي الثلاث اعراض الاساسيين نبدأ نلجأ الى التحاليل، نبدأ الرياضة بالسكر كمان على فكرة، الصائم، نغير اسلوب الحياة، نعتمد على الرياضة، نغير في التغذية، والتغذية ودايما نحاول ان احنا يعني نبطل ان احنا كلنا دكاترة، فكلنا بنحاول نفيد ما بعض هذه أكبر بقى وبنوصف مشكلة على لبعض فكرة. ادويه. يعني احنا أيوة بنوصف لبعض ادويه، انا حسيت بالسكر في مش عارف ايه فخد القرص ده او خد الحبايه دي. عموما احنا مستمرين مع حضراتكم ان شاء الله. النهارده كانت الحلقه الاولى، ومع برنامج اسال الدكتور هنفضل في مجموعه من الحلقات او سلسله من الحلقات لمناقشه مرض السكر بكل اعراضه الجانبيه وطرق علاجه او الوقايه او تاخير الاعراض. وبعد كده هننتقل للامراض الشائعه. تابعونا، ويسرنا ان احنا نتلقى اسئلتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك او عبر ارقام الهاتف. كان معكم محمد عنبر، دكتورة نيرة صلاح، شكرا.